دكتور محمد أبو سلمية مدير مجمع الشفاء الطبي. دكتور محمد، شركة توليد الكهرباء قبل قليل قالت بأنها توقفت عن العمل كاملة، أنتم كيف يمكن لكم العمل دون وجود محطة الكهرباء والطاقة داخل المشافي؟ يعني هذا أزمة جديدة تضاف إلى الأزمات التي تعيشها قطاع غزة في ظل نقص الأدوية والمستجدات الطبية وأجهزة الأشعة، والآن نتكلم عن الكهرباء. يعني كما يعلم الجميع أن المستشفيات بدون كهرباء لا يمكن أن تعمل ولا بأي حال من الأحوال. الآن يعني وضع خطير جدا مقبلين عليه لا سمح الله في ظل توقف محطة الكهرباء. الآن نقوم بتجهيز المولدات، لكن كما يعلم الجميع أن المولدات ممكن أن تعطل في أي لحظة، الوقود ممكن يكون غير كافي. هذه أزمة كبيرة تضاف إلى الأزمات الموجودة على المرضى. كما تعلم الجميع أن أجهزة العناية المركزة وأجهزة الحضانات وأجهزة توليد الأكسجين كلها بحاجة إلى الكهرباء. المستشفيات بحال انقطاع التيار الكهربي تصبح لا مقابر، لا يمكن أن تعمل نهائيا، ونحن أمام خطر حقيقي على حياة هؤلاء المرضى الذين يقبعون الآن على أجهزة التنفس الاصطناعي في العناية المركزة من المصابين والجرحى الذي أدهم من الأمس إلى اليوم. الآن غرف العمليات لا يمكن أن تعمل في ظل الكهرباء، محطات توليد الأكسجين لا يمكن أن تعمل، الخدج لا يمكن أن تعمل، فنحن أمام وضع يعني خطير جدا في المرحلة القادمة إن لم يتم تدارك هذا الأمر وإمداد المستشفيات بالكهرباء والوقود اللازم لتشغيل المستشفيات. ما هي خططكم البديلة إذا ما استمر الاحتلال الإسرائيلي في منع إدخال السولار للمشافي على وجه الخصوص وإلى محطة توليد الكهرباء بشكل عام؟ يعني نحن نحمل من الأمس على خطط بديلة صراحة، لكن والآن نقوم بتجهيز يعني بعض المولدات الكهربائية حتى نقوم بيعني بالعجز الذي يأتينا من محطة الكهرباء، لكن في أي لحظة هذا المولد ممكن أن يعطل، ممكن هذا أن يصير مشكلة في المولدات، حتى تردد المولدات تؤثر على الأجهزة الكهربائية الموجودة في قسم العناية المركزة، ممكن يجد تردد عالي أو تردد واطي، فنحن أمام أزمة حقيقية. الآن نقوم خططنا يعني ضمان الأقسام التي تحتاج إلى كهرباء وإمدادها بالكهرباء مثل العناية المركزة، العمليات، الخدج، توليد الأكسجين، وسنقوم يعني بعمل دراسة، لكن وضع صعب صراحة، يعني لا يمكن مستشفى أن تعمل بدون كهرباء، وضع صعب. نعم، تحدثت عن الإصابات التي وصلت بالأمس واليوم إلى مجمع الشفاء الطبي، ومنها ما هو تعرض لعمليات جراحية ومنهم موجود في العناية المكثفة، حدثنا عن طبيعة الإصابات التي وصلتكم منذ الأمس حتى اليوم. يعني صراحة ما وصل إلى قطاع غزة يعني بالأمس من اليوم حوالي 11 شهيدا، مجمع الشفاء الطبي استقبل 61 من الشهداء وحوالي 56 جريح، أدخل حوالي 25 جريح إلى أقسام العمليات، ما زال 6 جرحى في وضع الخطر الشديد في أقسام العناية المركزة، الكثير من الأطفال والنساء كانوا من بين المصابين. صراحة صور الأطفال وهم مصابين صور يندلها الإنسانية ويندلها الجبين العالم كله، كانت صور مؤلمة جدا. الأطفال يعني يعني هناك أصابات في جميع أنحاء الجسد، طبعا الإصابات كثيرة متعددة التخصصات، يعني المريض الواحد أو المصاب الواحد يحتاج إلى أكثر من تخصص، تخصص المخ والأعصاب لأنه هناك إصابة في الرأس، تخصص في البطن والصدر، تخصص في الأقدام والعظام، فوضع صعب صراحة. يعني حتى السلاح المستخدم سلاح يعني يدمر الأشلاء، يعني يأتينا الشهداء أشلاء والمصابين عبارة عن يعني متقطعة بعض الأطراف، وضع صعب نعاني منه في قطاع غزة. نتمنى من الجميع، رسالتنا للجميع أن يوقف هذا العدوان بشكل عاجل، رسالتنا للعالم أن يمد قطاع غزة بالأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة. كما يعلم الجميع أن قطاع غزة يعاني أصلا منذ الحصار على قطاع غزة من 15 عام حوالي 40% من الأدوية غير متوفرة، 30% من أدوية الطوارئ والعمليات غير متوفرة، أجهزة الأشعة التي نحتاجها في أقسام العمليات الاحتلال ما زال يمنحها، يجب الضغط على الاحتلال إلى إدخال هذه المستلزمات الطبية وأجهزة الأشعة حتى نتمكن من علاج المصابين، وإلا سنكون أمام يعني وضع خطير حقيقي داخل المستشفيات في قطاع غزة.